متشمل كده ورايح على فين؟ رايح الجامعه. مش هو ده اللي انت عايزاه دلوقتي؟ اه طبعا، بس يعني طب تعالى يا اخويا عشان عايزك. اه ده مش مريحني. خير؟ اقعد جنبي هنا وافتح لي ودانك كويس عشان عايزه اقول لك على حاجه. خير؟ مي جالها عريس. مي، قبل ما ترد عليا لازم تفكر كويس، ما تترددش. مش هي اللي جابته عشان يتقدم لها؟ مامي مامي. هاي يا حبيب مامي. انا افتكرتك خرجت. لا انا ما اقدرش اخرج من غير ما اشوفك وابوسك واطمن عليك. يعني هنتغدى مع بعض؟ طبعا، اطلع غير هدومك وانا مستنياك. حاضر. يلا حبيبي. قلت ايه؟ قلت ما دام هي اللي جابته وهي عايزاه وبتحبه. بس لو انت عايزها هيبقى في كلام تاني. يعني قصدك الجوازه بالعافيه؟ لا طبعا، مفيش اي حاجه بالعافيه، بس ممكن نقنعها وانا ما اتصورش انها ممكن تزعلك. لا يا لقاء، ما تتعبيش نفسك. ما هي زي اختي وانا عمري ما فكرت فيها. الخناقات بقى، الخناقات اللي كانت بسببها دي كانت زي اختك؟ ده كان لعب عيال، احنا دلوقتي كبرنا خلاص. اخر كلام عندك؟ اخر كلام. دودو كويس اني لحقتك، انا كنت فاكر هاجي ما الاقيش. الورق الورق. مفاجأة مش كده؟ ايه اللي جابك يا رامي؟ عاوز ايه؟ ايه المقابلة الوحشة دي؟ والله انا برد على كل واحد بمقامه. يا نفسية هنا مش حلوة، معقولة لسه زعلانة مني لغاية دلوقتي؟ امال فاكر ايه؟ اه طبعا، ده كويس قوي ان انا ببص في وشك، واحدة تاني ما كانتش تطيق تكلمك حتى. يا للدرجة دي؟ للدرجة دي ونص. تستلمني كام يوم يا استاذ وتقول لي بحبك، واول ما نرجع من الرحله بحها خلاص ما اشوفكش تاني؟ يا حبيبتي ما انت عارفه ان انا ما بحبش حد يتسلى بيا، شكلي كان زي الزفت قدام زمايلي. طب اهدي بس. اهدي بس يا حبيبتي، الارتباط حاجه مش سهله، واديني ندمت ورجعت لك تاني وبرضايا. اه وانا مش ضماني انك مش مزنوق في خروجه ولا في رحله مش لاقي بنت تروحها معاك. لا في دي انا مش هغلب، انت عارفه كويس، بس يا ريت تسيبي الايام بس هي اللي تثبت لك وجربيني. انا مش هخلط تجارب يا رامي، ولو كنت فاكر ان انا بجري وراك عشان فلوسك تبقى غلطان. يا انا ما بحبش السكه دي بقى، وطريقه الكلام دي انا ما بحبهاش كمان. طب خلاص انسى الموضوع يا دار ما دخلك شر. خلاص بقى ما تزعليش مني وخلينا اصحاب. طب اوعى كده. خلاص بقى. الله سعيد. شفت النضاره دي؟ انت مجنونه.